مشاهدي قناة مساواة، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج مترو الصحافة، والذي نقدم لكم من خلاله استعراض لأهم وأبرز عناوين وسائل الإعلام ووكالات الأنباء. بداية دعونا نتطرق لوسائل الإعلام الدولية والعربية، كيف تناولت عناوينها ومن ثم نعود. بي بي سي، إيفانكا ترامب وزوجها يحضران حفل افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس. أما دوتشي فيلي الألمانية، إسرائيل تعلن مضاعفة عدد جنودها حول غزة قبيل نقل السفارة الأمريكية. أما روسيا اليوم، أكبر اقتحام للمسجد الأقصى منذ حرب 67. روسيا اليوم أيضا 33 دولة تحضر مراسم افتتاح السفارة الأمريكية في القدس. فرانس 24، إسرائيل تقر مشروع تلفريك مثير للجدل يربط القدس الغربية بحائط المبكى. أما اليوم السابع، المصرية، فلسطين تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية بشأن القدس يوم الأربعاء. الرأي اليوم، فلسطينيو الداخل يتظاهرون مع القوى المقدسية تصديا لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والمتابعة تدعو لأوسع مشاركة القدس عربية. القدس العربي نقلا عن صحيفة واشنطن بوست، ترامب أوفى بوعد نقل السفارة وسد طريق السلام. القدس العربي أيضا يدعوت، إذا خرجت الأمور عن السيطرة ستحترق غزة. وكشف الكاتب فيشمان في مقال له بالصحيفة النقابة عن أن جيش وضع ثلاثة قطاعات دفاعية، قناصة في كل ثغرة وفرق محاصرة وإمكانية لتجنيد الاحتياط. أهلا بكم مشاهدينا مجددا. إذن الإدارة الأمريكية تنقل سفارة بلادها اليوم من تل أبيب إلى القدس، وذلك بحسب طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تأتي هذه الخطوة في الوقت، وتتزامن هذه الخطوة أيضا في الوقت الذي يشهده في الفلسطينيين ذكرى 70 للنكبة، نكبة بلادهم. القيادة الفلسطينية اعتبرت أن خطوة واشنطن هي تمثل أن واشنطن لم تعد وسيطا حقيقيا ونزيها في عملية السلام. تداعيات هذه الخطوة فلسطينيا وإقليميا نناقشها مع الكاتب والمحلل السياسي دكتور مازن صافي. أهلا بك دكتور مازن صافي من غزة. إذن يعني لربما يأتي السؤال هنا، ما هدف الولايات المتحدة من خطوة، من نقل هذه الخطوة اليوم وتحديدا في هذه الفترة؟ يعني بداية أسعد الله مسائك ومساء السادة المتابعين لنا عبر فضائياتكم الغزاء. بالفعل نحن اليوم وسط إضراب شامل في قطاع غزة والضفة الغربية، وتكبيرات العودة التي تنطلق من مآذن المساجد، ووسط حملات التبرع الكثيف بالدم والتحفيز للتوجه الجماعي لمناطق الحدود والسياج الفاصل في قطاع غزة لمواجهة جيش الاحتلال، وبرايات العلم الفلسطيني الموحد أعلن بدء فعاليات العودة، وهي التعويد والعودة وصولا إلى ما تفضلت به، لماذا تقوم الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها بالتزامن مع الذكرى 70 للنكبة. نتحدث وبوضوح أنه لقد تحولت الإدارة الأمريكية إلى شريك كامل مع الاحتلال ضد الوجود والحق والتاريخ الفلسطيني فوق أرضه وداخل مدينته المقدسة، في الوقت الذي يحيي فيه الفلسطينيون الذكرى 70 للنكبة، دفاعا عن شعبنا المظلوم وقدسنا التي يريد الاحتلال إعادتها إلى 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 حضنه، وإنهاء الوجود العربي الفلسطيني فيها وإعادة احتلالها. وقد حولها اليوم وبدء من الأمس إلى سكنة عسكرية مغلقة، وتم بالفعل اقتحام أكثر من 100,000 مستوطن إلى داخل باحات المسجد الأقصى. نعم، وهي خطوة اعتبرها الفلسطينيون أنها استفزازية، وتحديدا أنها أتت قبيل هذا اليوم، قبيل اليوم الذي تنقل فيه واشنطن سفارتها من تل أبيب إلى القدس. لكن هذه الخطوة لربما هي منافية للقرارات الدولية، وتحديدا على وضعية القدس في القانون الدولي، ورفض أوروبي أيضا لهذه الخطوة. يعني إذا هذا الرفض الدولي لنقل السفارة الأمريكية، كيف يمكن للسفارة
استفاد منه حقيقيا في تنفيذ الضغط على الإدارة الأمريكية؟ يعني لكي نستطيع أن نضع المشاهد في الصورة الكاملة اليوم وحصر وتوضيح كافة المواقف سواء الداخلية أو الإقليمية أو الدولية أو حتى مواقف دول الاتحاد الأوروبي التي رفضت سفاراتها المشاركة اليوم في حفل إعلان أو تنصيب السفارة الأمريكية داخل القدس، نستطيع أن نقول وبوضوح أن هناك مظاهر واضحة من خلال صفقة القرن ومن خلال القارات الأمريكية ومن خلال العنجهية والعنصرية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، وهي تتلخص في تفكيك مفهوم الشعب الفلسطيني وسرقة وضم ما تبقى من الأرض الفلسطينية، وأيضا إخفاء أو اختفاء معالم التشريد، ونقصد هنا المخيمات وخاصة بالخارج، وسوريا هي خير مثال حي. أيضا تصفية حق العودة من خلال تصفية حق اللاجئين، وأيضا هناك الكثير مما يمكن الحديث عنه عن القدس عندما نتحدث أن هناك ما يرد بصفقة القرن وما قيل قبل الساعات أنها ربما قد يعلن عنها اليوم من خلال افتتاح السفارة، ومن خلال الحديث عن عزل عدة بلدات وهي شعفاط وجبل مكبر والعيساوية وأبو ديس من داخل القدس إلى خارج القدس، يمكن لنا أن نضع المشاهد الكريم في صورة هامة جدا، وهو أن جدار الفصل العنصري قد اقتلع 13% من الضفة الغربية، وأن 45% من الضفة الآن تحت السيطرة الإسرائيلية، وأن المعركة الحقيقية هي في القدس، حيث أن اللي هي معركة ديمغرافية أي سكانية جغرافية، حيث أن الفلسطينيين العرب موجودون بنسبة 38% من نسبة عدد سكان القدس كاملة. ما يراد من خلال الخطة ومن خلال عزل بعض البلدات عن القدس هو ليس تنازلات كما قيل أو جزء من الحل المطروح أمريكيا، ولكن هو لإبقاء فقط ما دون 10% من السكان العرب داخل مدينة القدس كاملة، يعني بين قوسين الشرقية والغربية، وبذلك يصبح الوجود الفلسطيني والعربي هو أقلية قليلة جدا لا تؤثر في القوانين الإسرائيلية ولا تؤثر على الخطط المستقبلية، حيث أنه من المرجح أن يكون هناك خلال 20 عام قادمة ما يزيد عن 600,000 وحدة استيطانية يتم بناؤها في داخل مدينة القدس حتى تصل إسرائيل إلى ما يسمى القدس الموحدة أو القدس الكبرى، وهي التي تبدأ اليوم من خلال إعلان أو من خلال افتتاح السفارة الأمريكية داخل القدس وتزييف التاريخ. وأيضا ما تفضلت به هو قيام الولايات المتحدة الأمريكية بالتطرف وبالانقلاب على القانون الدولي وعلى كافة. لربما دكتور مازن هنا تداعيات هذه الخطوة إضافة إلى مواجهتها دوليا وفلسطينيا نناقشها في المحور القادم، إذا سمحت لنا أن ننتقل إلى وسائل الإعلام الفلسطينية والإسرائيلية كيف تناولت عناوينها، ومن ثم نعود إليك وإلى المشاهدين. صحيفة القدس، مظاهرات في جاكرتا ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. الحياة الجديدة، الاحتلال يلقي منشورات تحذر أهالي غزة من المشاركة بمسيرة العودة. أما وكالة وفاء، توتر وتصعيد خطيران تشهدهما القدس عشية نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة. مستوطنون يعربدون ويرفعون علم دولة الاحتلال وسط اعتداء جديد على حراس الاحتلال، ويغلق شوارعها الرئيسية وفرعية وأحياء مقدسية لصالح مسيرات المستوطنين، وتشهد المدينة المحتلة وبالأخص المسجد الأقصى المبارك تصعيدا خطيرا تبلغ ذروته هذه الأيام بفعل الإجراءات الأمنية غير المسبوقة التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي عشية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وكالة وفاء، أيضا الأردن يقدم مذكرة احتجاج للخارجية الإسرائيلية لوقف اقتحامات المستوطنين للأقصى. بوابة الهدف الإخبارية، إدانة واسعة لاقتحام الأقصى وتهديدات بانفجار شعبي في القدس.
وكالة معا الفلسطينية أكدت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة أن يوم اليوم الاثنين هو يوم الالتحام بالقدس عاصمة فلسطين الأبدية ويوم الزحف نحوها لحمايتها وتأكيد عروبتها بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وهو ليس يوما للإضراب. وكالة وطن الفلسطينية مسيرة أعلام استفزازية للمستوطنين في القدس المحتلة. عكرت مسيرة أعلام للمستوطنين صفو الحياة في القدس المحتلة بعد أن أجبرت محكمة الاحتلال وجنوده المقدسيين على عدم التنقل في البلدة القديمة، وأحضروا أمرا قضايا للتجار الفلسطينيين في القدس بإغلاق محالهم التجارية، وذلك بالتزامن مع مرور المسيرة. عرب 48، الاحتلال يقمع مسيرة منددة باحتفالاته باحتلال القدس. قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة في مدينة القدس المحتلة منددة باحتفالات الاحتلال بذكرى احتلال المدينة المقدسة، واعتدت قوات الاحتلال على مواطنين تجمعوا للتصدي للمستوطنين في باب العمود وباب الساهرة وشارع السلطان سليمان. عرب 48 أيضا، الاحتلال يهدد بارتكاب مجازر جديدة في ذكرى النكبة. هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مجزرة جديدة خلال قمعه لإحداث مسيرات العودة الكبرى عند السياج الأمني الفاصل لقطاع غزة، بادعاء أن المتظاهرين السلميين يستعدون لتجاوز الشريط الحدودي بدعوة من فصائل المقاومة، وذلك بالتزاون مع الذكرى 70 لنكبة الشعب الفلسطيني ونقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل لمدينة القدس المحتلة. أما وكالة سماء الإخبارية، وذلك نقلا عن حكومة إسرائيل 2 مليار شيكل لأسرلة القدس الشرقية. قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تخصيص ملياري شيكل من أجل تعزيز فرض سيادة إسرائيل في الشرط الشرقي للمدينة المحتل منذ عام 67، وذلك في محاولة لإملاء الرواية الإسرائيلية الصهيونية للقدس وتغييب رواية المكان، أي الرواية الفلسطينية والواقع الفلسطيني للمدينة. وفي الصحافة الإسرائيلية نبدأها من هآرت، نتنياهو إلى الممثلين الأجانب: قم بنقل سفارتك إلى القدس وهذا سيقدم السلام. وأشار نتنياهو بحسب الموقع إلى أن القدس ستبقى دوما عاصمة لإسرائيل في أي اتفاقية سلام. واينت تناول نفس الموضوع نتنياهو خلال استقباله الوفد الأمريكي: القدس العاصمة الأبدية. أما القناة العاشرة، وذلك نقلا عن الجيش الإسرائيلي: حماس تخطط لخطف جنود إسرائيليين مع مسيرات العودة. إسرائيل هيوم كتبت: احتفل 45 ألف شخص بنقل سفارة واشنطن إلى القدس. موقع والله الإسرائيلي: تقييم في مؤسسة الأمن احتمالية تصعيد الحرب على حدود غزة آخذة في التصاعد. أهلا بكم مشاهدينا مجددا، وأهلا بك دكتور مازن صافي مجددا. إذا الصحافة تحدثت عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، وتحديدا في تزامنا مع المسيرات للمستوطنين في هذه المدينة، وتحديدا اقتحامهم أيضا للمسجد الأقصى ما اعتبره الفلسطينيون أنه استفزاز للفلسطينيين. وتحديدا أنا نتحدث أن هذه الخطوات أتت أيضا عشية نقل السفارة الأمريكية والتي تصادف اليوم. دكتور مازن، إذا ما هي الخطوات الفلسطينية القادمة؟ وأيضا تحديدا أننا نتحدث اليوم عن عقد اللجنة التنفيذية اجتماعها اليوم، وهي لتقرر ما يمكن تنفيذه، ما هي القرارات المتوقعة؟ يعني بداية وتواصلا مع حضرتك، يجب أن نقول للمشاهدين الكرام ولجميع أبناء شعبنا ونذكر بالتاريخ أن إسرائيل قامت على مبدأين أساسيين وهما التهجير والهجرة، تهجير شعبنا من خلال تطهير عرقي وهجرة يهود من كافة أنحاء العالم، وذلك لكي يتم استبدال السكان الأصليين بعد طردهم وتزييف التاريخ. وهذا الأمر هو رأس المشروع الصهيوني الكولونيالي الاستيطاني العنصري فوق أرضنا الفلسطينية. هذا اليوم تكرس الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعتبر رأس الحربة في الصراع، وبالتالي المطلوب فلسطينيا هو إعادة الاعتبار للخطاب الفلسطيني
المستقل، وأيضا بحاجة نحن إلى إرادة فعل ورؤية استراتيجية، بحاجة حقيقة إلى تعزيز القدس، إلى تعزيز صمود أهلنا في القدس من خلال الكثير من الإجراءات والكثير من السياسات والكثير من الدعم الاقتصادي والتنموي والتعليم والثقافي، وأيضا إعادة القوة إلى الهوية الفلسطينية، وأيضا إلى إعادة قراءة التاريخ واضحا إلى كافة أجيالنا وأطفالنا. هذا الأمر هو السند الرئيسي لبقاء قضيتنا حية. بالفعل اليوم سيكون هناك اجتماع طارئ إلى اللجنة المركزية لحركة فتح، أيضا تزامنا مع عقد اجتماعات طارئة ومكثفة طيلة ليلة أمس للقوى الفلسطينية في قطاع غزة. أيضا سيكون اجتماع القيادة الفلسطينية وبرئاسة السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن للجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأيضا لأمناء العامون للفصائل والقوى الفلسطينية في الضفة الغربية، وذلك لاتخاذ إجراءات وقرارات ستكون مفاجئة. ما رشح عن بعض أو ما هو متوقع من بعض القرارات التي ستكون حاسمة هو ربما الحديث عن إعادة المطلوب من السلطة الوطنية الفلسطينية وتفعيل اتفاقية جنيف والتي تنطبق على الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ودولة فلسطين تحت الاحتلال. أيضا ربما أن يكون هناك قرارات بالذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية، وأيضا رفع قضية على كامل الاستيطان جملة واحدة، وأيضا على الجرائم الإسرائيلية. أيضا ربما أن يكون هناك قرار بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية، وذلك لأخذ مشورتها مرة أخرى حول الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية وللاستيطان، حيث أنه لم يعد هناك أي مجال لقيام دولة فلسطينية في ظل عمليات الاستيطان والضم والتشريد وإفراغ الأرض. وكما تحدث السيد الرئيس أنه أصبحنا الآن سلطة بلا سلطة. هذا الأمر مدعو الجميع الفلسطيني إلى إيجاد أو إلى الحديث أو إلى العمل من خلال خطة وطنية شاملة لمواجهة الاختلال في ميزان القوى لصالح المحتل. نعم. أيضا نعم تفضل. نعم دكتور مازن، ايضا انت تحدثت عن ربما القرارات التي ستصدر عن اللجنه التنفيذيه والمركزيه، لكن ايضا القياده الفلسطينيه دعت الى اجتماع طارئ لجامعه الدول العربيه، وهنا ماذا يمكن ان تقوم به الدول العربيه وتحديدا هل هنالك مؤشرات ايضا لمقاتله على ربما اقتصاديه للولايات المتحده للضغط عليها بعد هذا القرار؟ على مستوى السفراء المندوبين في الجامعة العربية وبدعوة من السفير الفلسطيني في القاهرة الأخ دياب اللوح، وهو أيضا المندوب المعتمد لدولة فلسطين في الجامعة العربية، طلب عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين، وذلك لكي يتم مواجهة القرار الأمريكي بنقل السفارة، وأيضا لتداعيات الأمور الطارئة والساخنة في الأراضي الفلسطينية. هذا الأمر سوف يتم تكريسه من خلال إعادة إحياء قرارات قمة عمان 1987 باعتبار كافة الدول التي قامت بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في احتفالاتها بنقل السفارة اعتبارها هي خارج هذه الاتفاقية، وتفعيل القرار يعني مقاطعة هذه الدول كافة، مقاطعة سفاراتها أيضا، وتفعيل الدعم الاقتصادي لشعبنا الفلسطيني من خلال إيجاد مظلة أو من خلال إيجاد رزمة اقتصادية وخاصة لدعم أهلنا في القدس والبناء في المناطق التي مهددة بالاستيطان حاليا، وخاصة في مناطق الضفة الغربية، وأيضا دعم صمود شعبنا المحاصر في قطاع غزة وإنهاء كافة مظاهر الحصار. نعم. وهذا الأمر ربما يصدر عنه قرارات اجتماع غدا كما هو. نعم دكتور مازن، يعني اليوم أيضا تشهد غزة مسيرات العودة، يعني لو تضعنا في تفاصيل أيضا ماذا يجري اليوم في قطاع غزة وأنت اليوم أيضا متواجد هناك؟
يعني قطاع غزة بدأ منذ الصباح بالخروج الجماعي إلى مناطق الحدود أو خاصة المناطق الشرقية على امتداد قطاع غزة، بعدما قامت قوات الاحتلال بالدخول إلى عمق مناطق الحدود والخيام، وقامت بإحراق الخيام الطبية والمواد الطبية التي كانت مخصصة لإسعاف المصابين. أيضا قامت بإلقاء قنابل حارقة فوق أماكن التجمعات الفلسطينية، وأيضا قامت بإدخال جرافات ضخمة لإزالة السواتر الحامية للفلسطينيين. منذ ساعة تقريبا كان هناك وجود بالآلاف للفلسطينيين خلف الحدود وبمقربة قصيرة جدا من وجود قوات الجيش الاحتلال، وهذا الأمر سوف يكون خلال الساعات القادمة في أوجه، حيث أن الدعوة تمت لوجود مليون فلسطيني على الحدود، وذلك لتكريس حق العودة وإيصال رسالة واضحة للعالم جميعه أنه أنا لهذا الصمت وهذا التواطؤ الدولي أن ينتهي، وأنا لحصار قطاع غزة أن ينتهي، وأن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة، يستحق أن ينعم بحرية وأن ينعم بدولة أسوة بكافة دول العالم، وأنه لا يمكن البقاء في وسط هذه الظروف الاحتلالية وهذه الظروف القاهرة. وبالتالي يمكن أن نضع أيضا السادة المشاهدين في وضع مستشفيات قطاع غزة، والتي الآن هي في درجة الطوارئ القصوى، حيث أقيمت أيضا خيام استقبال الجرحى خارج أيضا مراكز الطوارئ، وذلك لتوقع وصول المئات بل الآلاف من المصابين والشهداء في لحظات الالتحام مع الجيش الإسرائيلي والدخول، حيث أن هناك قرارات إسرائيلية لجيشها بإطلاق النار المباشر إلى المنطقة السفلى للفلسطينيين خارج الحدود، وعندما يتم الاقتحام داخل الحدود فإنه يتم إطلاق النار على الأجزاء العلوية وعلى الرأس بهدف القتل. وبهذا الأمر هذا السيناريو المتوقع خلال الساعات القادمة، وفي ظل وجود شحن كامل نتيجة العدائية وإصرار ترامب على إشعال مناطق حرائق وكسر ما تبقى من إمكانية العودة إلى عملية السلام، هذا الأمر ربما يأخذنا في حال وجود الآلاف من الجرحى والمئات من الشهداء إلى مواجهة مباشرة مع الاحتلال، وربما كما تحدثت أيضا قبل ساعة الإذاعات الإسرائيلية أن غزة قد تكون على مقربة من حرائق واسعة واستهدافات واغتيالات، وأن الضفة الغربية التي تخرج الآن بالآلاف وأيضا تهديدات الجيش الإسرائيلي أيضا نعم والضفة الغربية التي تخرج الآن بالآلاف في اشتباك والتحام على الحواجز التي قامت جيش الاحتلال بإغلاق المدن والقرى، وأيضا وضع جيش الاحتلال على كافة الاستعداد لمواجهة فلسطين، أيضا هناك أهلنا في 48 أيضا في اعتصام مباشر أمام السفارة الأمريكية، وإرسال رسالة أن هذا القرار الأمريكي هو قرار سافر ومرفوض، وأن الإجراءات الإسرائيلية داخل الأقصى وخارج الأقصى أيضا مرفوضة، وهذا يدلل على أن النكبة في الذكرى 70 هي اليوم مختلفة. توحدت كافة شرائح شعبنا الفلسطيني في فوق الأرض الفلسطينية التاريخية، أيضا هناك الكثير منذ أمس من الفعاليات على مستوى السفارات والجاليات الفلسطينية في أنحاء العالم، وأيضا نشير أن هناك تراجع للعديد من الدول التي قالت إسرائيل أنها سوف تشارك في تدشين احتفال افتتاح السفارة الأمريكية. هذا الأمر كله يدلل على أن الأمور وصلت إلى الذروة، وبالتالي تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية وترامب تداعيات ذلك، وتتحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف أيضا نتائج كل هذا، وسوف يبقى الفلسطيني فوق أرضه فوق 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 هذه الأرض الفلسطينية، لأن هذا هو التحدي والتصدي للمشروع الصهيوني، وأيضا رفضا لكل معالم الدولة اليهودية، رفضا لصفقة العصر مهما كانت التداعيات، هذا هو قرار فلسطيني شعبي شامل أيضا لتتحد معه القيادة الفلسطينية
وتحديدا أننا نتحدث هنا عن الالتحام، أن المسيرات العودة تسمى اليوم وتحت مسمى يوم الالتحام بالقدس عاصمة لفلسطين الأبدية. وصلت الفكرة دكتور مازن صافي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. للأسف انتهى وقتنا، وشكر أيضا موصول إليكم مشاهدينا، نلقاكم في حلقة قادمة، إلى اللقاء.